اعملوا اللي بتعملوه، شنقوني، اعدموني، موتوني، ده يتعالج، ده اقل واجب عليكم هنا في مصر تعالجوه. انا الولد ما بياكل، الولد حاطط ايده في صبعه كده طول النهار ما بياكلش قسما بالله. ايه ده طفل عنده سنه؟ ملكوا المسؤوليه هنا وهناك. رحيم مجدي السيد لو جراله حاجة بحملكوا المسؤولية كاملة. 57 والأورام بتضحكوا عليا أنا؟ بتضحكوا عليا من الصبح مرمطني من هنا لهنا لهنا، فاكريني هسحل واروح بيتي وأفضل حزنانة عليه العمر كله عشان غلطة مسؤولين هنا وهناك في 57. الورق كله معايا من اول تحليل عملته، من اول اشعة عملتها كان الورم في كلية واحدة، بعد 18 يوم الورم يوصل للبطن كله ويخش على غضاريف الفقرات القطنية ويخش على الكلى ويخش على الكلى التانية ويخش على فص الكبد ويخش على كل ده في 18 يوم. يا كفرة، قلبي اتكوى على ابني من 18 يوم بس. ابني ده كان زي الفل، ابني كان بياكل بيشرب كان 12 كيلو، النهارده ابني 7 كيلو، النهارده ابني 7 كيلو. دكتور الاستشاري اللي كشف عليه في 57 قال لي الحالة عادي يعني تستحمل 18 يوم. يا بني ادم يا مسلم، العدل ده قاعدة مش همشي. سوحتوني من عند 57 وجبتوني هنا وما دخلتونيش، ضحكتوا عليا في الاخر. احنا اجازة حد واتنين عشان مولد النبي. كل سنة وانت طيبة. لا والله كل سنة وانا طيبة عشان مولد النبي وابنه يموت. هو النبي يرضى؟ هو الرسول يرضى؟ هو ربنا يرضى؟ يقولي لي احنا خايفين عليكي من اللايف، خايفين اتأذي ليه؟ انا ما غلطتش في حد، انا معايا اوراق وتقارير، انا ما غلطتش في حد. انتوا اللي قفلتوا الباب في وشي، انتوا اللي قفلتوا الباب في وشي وفي الحاله. انتوا مش جيتوا لي عند 57 وجبتوني هنا ورميتوني تمام وضحكتوا عليا وبلفتوني، بس انا ما اتبلفتش. حملهم المسؤوليه عشان هم اجازه. قسم الطوارئ مش موجود. فين بقى قسم الطوارئ؟ فين قسم الطوارئ هنا وهناك؟ ابني بقى اللي عنده سنه ده يموت اروح ادفنه؟ اجي لك يوم التلات عشان تروح مبنغه وتموته وتقول لي حالته متاخره؟ بحملكم المسؤوليه تامه. انا كانت قصتي هناك في 57 ان هما اللي اهملوا من الاول، انتوا اللي جبتوني هنا وعشمتوني ورميتوا الواد مرمي ما خدش حاجه من الصبح. الواد سخن وولع مني، الواد متبهدل من الصبح. كل يوم جايه مصر، جايه القاهره، بخلص ورق، عايزه ادخل ابني، عايزه الحق ابني، مش عارفه الحقه. عملت محضر الصبح 3 ورقات مضيتوني عليهم، انا مالي؟ تعمل محضر ليا ولا عليا ولا ليه ولا عارفه انت عامل محضر ليه اصلا؟ انا مالي؟